دي بالذات بقيت أعاني من انقطاع الكهرباء، يعني وصلنا لمرحلة ساعات 3 4 مرات. أنا ساكن في سموحة منطقة التعاونيات. والله بص حضرتك، أنا مشكلتي إن إحنا كعضو هيئة تدريس فترة الصيف بالنسبة لنا تبقى هي دي الفترات القليلة الواحد يقدر يركز فيها في شغله، في إنه يألف أبحاث علمية أو يطور في المناهج بتاع الدراسة. وطبعا النور المستمر ده مخليني مش عارف أدي شغل التركيز، إن ببقى قاعد شغال على الكمبيوتر النور يقطع، أضطر أعتمد على بطارية اللابتوب، البطارية بتفضل، أضطر أقف، أتوقف عن العمل. خد على كده حضرتك طبعا مشاكل أخرى، لأن واحدة زي حالة الأسرة فيها طفلة صغيرة بالذات بالليل تبقى عليها مزعجة، إنك أنت مضطر إنك أنت تهدي الطفلة وتفهمها إن يعني ده لعبة وإن الموضوع مش مشكلة. لكن للأسف لا، انقطاع النور هو أثر إنه بيربك حياتي، اللي قادرين إن إحنا نتصرف بطريقة طبيعية، مش قادرين ننظم حياتنا بطريقة طبيعية، خصوصا إن حتى مواعيد قطع النور بقت عشوائية. يعني من فترة كده كنت متعود إن مثلا من الساعة 10 الصبح ل 12 الظهر تقطع الكهرباء، من يومين اتغير الميعاد من 1 ل 3. طب أنا كمواطن مطلوب مني إزاي أتكيف؟ يعني يا ريتهم مثلا يثبتوا مواعيد قطع الكهرباء، على الأقل المواطن عارف يتكيف مع الموضوع. أنا عندي مشكلة كبيرة، الشاحن اللي عندي في البيت جايب يعني شاحن كهرباء زي الناس كلها، بس مش قادر يقضيه، لأن أنا مش قادر أعرف قد إيه استهلاكي للشاحن ده هيبقى قد إيه، وقد إيه وقت فاضل لي عشان أشحنه من أول وجديد. فبصراحة عملية مزعجة يعني. والله الخسارة الوحيدة اللي حصلت لي حتى الآن ونحمد الله عليه إن أنا اتعطلت في تطوير المنهج اللي أنا كنت عايز أعمله. بص حضرتك، هو في أي مشكلة 3 حلول: قصيرة الأمد، طويلة الأمد، متوسطة الأمد. الحل القصير الأمد اللي أنا حتى الآن مش شايف إن فيه جدية هو موضوع التوسع في توزيع اللمض الموفرة. أنا النهاردة لما أوزع لمض زي الـ LED تكنولوجيا عالية بتستخدم كهرباء أقل ووزع منها كميات ضخمة، دي هتوفر لي في الكهرباء على مستوى القصير الأكل. في نفس الوقت لازم إن أنا عمليات قطع الكهرباء دي لازم أن أشارك الناس، إذا كانت هي مشكلة مش هتتحل في يوم وليلة، كلنا متفقين مش هتتحل في يوم وليلة، على الأقل خلوا الناس تعرف تشارك إزاي؟ إن أنا أنظم لهم مواعيد قطع الكهرباء، يا جماعة هقطع الكهرباء من الساعة كذا للساعة كذا. فالناس تعمل حسابها، ما أنا مثلا قاعد يومي مربوك، لا عارف اخلص شغلي ولا عارف ان المدام عندي، لا عارف انها تراعي البيت وتنظف وتعمل لنا الاكل، ولا عارفه ان هي تدور الغساله، ان الغساله ممكن تقف في نص الدوره بدون تبوظ. ما يبقى في تعاون من الطرفين العمليه تبقى اسهل. الحل المتوسط الامد لازم يبقى فيه تفكير غير نمطي. بمعنى الولايات المتحده الامريكيه في 2008 عملت حسمه مشروع استبدال للأجهزة القديمة كاش فور كاش، مشروع بسيط جدا. كانوا قالوا يا جماعة اللي عنده تلاجة بقالها 10 سنين يبدلها، ياخد تلاجة جديدة وهياخد مبلغ إعفاء ضريبي 2000 دولار. نفس الحكاية في الغسالات، نفس الحكاية في العربيات حتى عشان يوفروا في البنزين. فكانت النتيجة إن حضرتك تخلصت من كمية كبيرة جدا من الأجهزة تستخدم تكنولوجيا قديمة ومستخدم كميات كبيرة من الكهرباء، حطيت مكانها أجهزة ومعدات تستخدم كميات أقل كثيرا من الكهرباء. ده حل متوسط الأمد. الحل طويل الأمد إن إحنا لازم نفكر في الطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح. ولا مانع إن إحنا نفكر في الطاقة النووية رغم إن ده ليها مخاطره، لكن ما يبقاش الحل بتاعنا إن إحنا نبني محطات فحم. آسف يعني، إحنا لا دولة منتجة للفحم ولا عندنا مخزون من الفحم، والفحم بطبيعته ملوث للبيئة، فإحنا مش ناقصين. فللأسف أنا مش شايف حتى الآن من الدولة ونظام الحكم القائم فيها رؤية متكاملة لحلول قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لموضوع الكهرباء. ودي أنا في حد ذاتها يعني، والله حضرتك لو إحنا هنتكلم بالصراحة هي المشكلة عند الطرفين. أولا في بعض المواطنين بيتصرفوا تصرفات غير رشيدة، زي اللي بيسرق كهرباء، ده تصرف غير رشيد منه. اللي بيستهلك كهرباء بإفراط شديد، ده تصرف غير رشيد منه. لان زي ما في واحد بيقول انا اقدر استهلك اللي انا عايزه بس ادفع مقابل هذا الاستهلاك، في اللي بيستهلك من غير ما يدفع اي مقابل. دي مشكله عند المواطن. المشكله الاكبر اللي عند الدوله ان للاسف تخطيطها لموضوع الطاقه ده منذ سنوات طويله كان في اهمال شديد جدا. يكفي اقول لحضرتك مثلا فيما يتعلق بصيانه المحطات الكهربائيه، وانا كمواطن مسؤول عن صيانه المحطات الكهربائيه،
طب ما محطات الكهربائية معظمها في مصر متقدمة بسبب تكنولوجيا قديمة، مين المسؤول عن ذلك؟ الدولة. طيب أنا النهاردة لما بتكلم عن مشاريع طويلة الأمد، هو مين مسؤول عن تمويل هذه المشاريع والتخطيط لها؟ المواطن؟ لا، الدولة. في النهاية في جزء من المشكلة برضه بسبب سوء تخطيط الدولة لموارد البلد، فيما يخص في تصدير الغاز الطبيعي. احنا صدرنا غاز طبيعي كميات مهولة جدا بأسعار بخسة. النهاردة عايزين نستورد بدائل بقيمة أعلى بكثير من العائد اللي احنا نحصل عليه من تصدير الغاز. طبعا المشكلة دي لم يتصرف فيها المواطن، تصرف فيها الدولة. حط على حال حضرتك كمان ان احنا ما زلنا حتى هذه اللحظه في مصر عندنا مشكله كبيره جدا مش كل الناس على وعي بيها، ان في مصر رغم ان الشبكه الكهرباء شبكه واحده ان احنا عندنا شركات متعدده للتوزيع وبيع الكهرباء، كل ده بيمثل عبء لا داعي له. انا ليه ما عندي 19 شركه توزع في نفس المنظومه الكهربائيه؟ هي المفروض تبقى شركه واحده وخلاص، ونوفر في كل المصاريف الزياده في ان انا عندي مقرات في كل المحافظات، طالما العمليه بتتم التحكم فيها مركزيا، طالما الشبكه مركزيه. فدي يعني مشكله عند الاثنين، لكن هل انا الوم المواطن ولا الوم الدوله؟ لا، في المقام الاول لازم الوم الدوله. ولما الدوله تعمل اللي عليها وتساعدنا وتعاقب الشخص اللي بيسرق تيار الكهربائي مش سايباهم يسرقوا التيار من غير اي محاسبه، ساعتها اقدر ادور على المواطن اقول له لو سمحت احنا عملنا اللي علينا، ليه الدور انك تساعدنا؟ لان احنا الاثنين في مجتمع واحد. أسامة متولي صاحب محل السمك، والله الكهرباء يعني مش عايز نقول لك خربت بيتي الفترة اللي فاتت دي تحتية السمك، تبص تلاقي السمك لسه جاي، الكهرباء بتقطع حوالي 5 6 مرات يوميا. يعني كل يوم أشيل حوض حوضين ميتين سمك، ويمكن قدام حضرتك أقول السمك كله عامل إزاي. يعني حوالي يعني أنا الرسالة اللي فاتت ميت مني فيها حوالي 1000 جنيه سمك، شهريا يعدي 5 6000 جنيه سمك. والله مسألة الكهرباء واستمرار الانقطاع بهذه التوقيتات الكثيرة أصبح أمر لا يحتمل بالنسبة لأي مواطن في أي مكان وفي أي وقت. فضلا أنا في رأيي الشخصي أن استمرار انقطاع الكهرباء في مرات عديدة خلال اليوم الواحد ده إهدار لآدمية المواطن المصري بشكل كبير. مسألة انقطاع الكهرباء إن لم تكن في أولى الأولويات هي ومشكلة الزبالة، تلك المشكلة المزمنة، إن لم يكن هاتين المشكلتين في أولويات الحكومة الحالية أو النظام الحالي فإننا سندخل في مأزق كبير وندخل على كارثة لا يعلم مداها إلا الله. نحن لا نريد لهذه الحكومة أن تفشل، نحن لا نريد لهذا النظام أن يفشل، نحن نريد مصر الدولة، مصر الوطن أن تزدهر وأن يبدو عليها مشاريع التنمية القادمة أننا في الطريق. ولكن مع استمرار التجاهل والمبررات الغير منطقية والموضوعية لهاتين المشكلتين وعلى رأسهما مشكلة انقطاع الكهرباء بالصورة التي تصل في بعض الأماكن إلى 8 و10 و12 ساعة يوميا على فترات متقطعة، هذا الأمر يجعل أن العنوان الحالي للمرحلة الحالية هو الفشل، وهذا ما نخشاه. نحن لا نريد لنظام الفشل، لأن الفشل يعني الانهيار، والانهيار مع وجود المخاطر المتعددة داخليا وإقليميا ودوليا والمؤامرة التي تحاك ضد مصر بصفة عامة ستكون العواقب وخيمة على الجميع وعلى مستقبل هذا الوطن. وبالتالي يجب أن تكون هذه المشكلة تحديدا، مشكلة انقطاع الكهرباء، لها الأولوية المطلقة وليس تدريجيا، تدريجيا لمدة زمنية محددة ممكن، ولكن يجب أن يكون لها حلول جذرية وسريعة حتى يثق المواطن المصري في النظام الحاكم، وحتى يكتسب النظام ثقة المواطن المصري التي أرى الآن أنه يفقدها تدريجيا.
طيب بالنسبه لحركه كفايه، هل رصدت غضب للمواطنين في الشارع المصري؟ بالطبع حركه كفايه زي ما حضرتك عارف كل الناس عارفه انها حركه احتجاجيه شعبيه جماهيريه بالدرجه الاولى، هي ليست كيان سياسي ولكنها حركه احتجاجيه، فهي تتعامل وتتعايش مع المواطن المصري وخاصه المواطن البسيط ومشكلاته اليوميه. نحن رصدنا ان المواطن المصري مع الاسف الشديد في المرحله السابقه فقد ثقته، او بنسبه كبيره، ليس كل المواطنين، بنسبه كبيره فقدوا ثقتهم التي منحوها للنظام الحالي قبل ان يتولى النظام الحالي. بدات هذه الثقه تهتز تدريجيا بسبب ان ما يحدث الان من هذا الانقطاع المتكرر واهدار ادميه المواطن المصري وعلى كل المستويات بما فيها الورش الصغيره والمصانع الصغيره. الى جانب هذا نحن نعلم اننا في حاله بطاله، فوجود انقطاع الكهرباء اوقف العديد من المصانع والورش الصغيره عن العمل، نظرا لان تكلفه العماله اصبحت عبء على صاحب العمل في المشروعات الصغيره. فهل نحن نريد ان نزيد البطاله في مصر، نضيف اليها اقصد اعدادا جديده؟ اعتقد لا، وبالتالي الشعب المصري حاليا مستاء على المستوى الشخصي والحياتي، لان اموره الحياتيه اليوميه مع الاسف الشديد يتعامل بها، وانا بقولها بشكل صريح، بلا ادميه. ده على المستوى الحياتي، اما على مستوى الحياه اليوميه اضيف الى ذلك ان هناك حاله من التذمر في ظل انهيار خدمه شركات الكهرباء والانقطاع المستمر يقابلها ارتفاع اكثر من 100% في فواتير الكهرباء سواء المنزليه او التجاريه او للمحال والورش الصناعيه في الشهر السابق. وبالتالي هناك حاله من التذمر ان من لا يؤدي الخدمه الواجب عليه من توفير الكهرباء يلزم المواطن بان يدفع اكثر من 100% مقابل هذه الخدمه شبه المعدومه حاليا. وبالتالي هناك حاله من الاستياء والتذمر ارجو الا تسود، وارجو الا تزيد، لاننا يهمنا بشكل كبير مستقبل هذا الوطن واعمال التنميه الحقيقيه التي تتم على الاسس الصحيحه. نحن رصدنا ايضا انه ونستطيع ان نجزم ان مشكله الكهرباء في مصر الان مع خالص التقدير لمشروع محور خليج السويس وانه مشروع عملاق اقتصاديا وسيوفر عماله وفي على كل المستويات مشروع يجب ان نحترمه، ولكن كيف نعمل التنميه في ظل قطاع الكهرباء؟ الكهرباء التنميه في ظل قطاع الكهرباء تساوي صفر. السياحه في ظل قطاع الكهرباء تساوي صفر. الاستثمار ايضا في ظل قطاع الكهرباء يساوي صفر. وبالتالي وبرضه في نفس الوقت عدم الاستقرار النفسي للمواطن في ظل قطاع الكهرباء لن يعطي المجتمع ولن يعطي عمله ما يريد. وبالتالي نحن في مأزق حقيقي، عشان كده يجب ان تكون تلك المشكله على راس اولويات هذا النظام حاليا. انا طبعا عشان نبقى امناء، يعني دايما نقولوا احنا اولاد البلد، نسيب العيش للخباز. واعتقد ان مصر يعني الحمد لله بها من الكفاءات الكثيره والعديده المتخصصه في هذا الشان، ممن هم اكفى من وزير الكهرباء الحالي والجالسين على مواقع القياديه في تلك الشركه. تلك الشركات التي ما زالت تعمل بنفس نظام وفكر الفساد والاستبداد في عصر مبارك، ما زالت تلك المؤسسه او الشركه تعمل بالقيادات القديمه التقليديه التي اعتادت ان تقول تمام يا فندم، واعتادت ان تغفل الحقيقه عن القيادات في الدوله. وبالتالي انا في رايي المنظومه كلها يجب ان يعاد النظر في قيادات شركه الكهرباء بالكامل، وان يتم الشفافيه. انا مش عارف حجم المشكله حقيقه كمواطن مصري، لان كل يوم يتقال لي مبررات غير منطقيه وغير موضوعيه. يجب ان يكون هناك شفافيه في عرض المشكلة بالكامل على المواطن ووسائل حلها وبرنامجها الزمني حتى نستطيع. أما أنا أن أقدم حلول، أعتقد
المتخصصين أقدر مني في المسائل الفنية أن يقدموا تلك الحلول. المواطن له المنتج ألا وهو توفير الكهرباء، لأنه يدفع مقابل هذه الخدمة ولا يناقش، لأن أصبح شركات الكهرباء عقود إذعان واحتكار ولا نناقشها في قيمة ما تطالبه، وبالتالي أصبح الوصول منتج الكهرباء إلى المواطن وإلى الورشة وإلى المحل التجاري حق، ويجب أن يكون هذا الحق متوفر وتعمل عليه الحكومة لا غيره. أنا أعتقد ما أعانيه بصفة شخصية يعاني الملايين في الشعب المصري بنفس الطريقة. نمرة واحد، إحنا في بيوتنا بننام على المروحة في هذا الصيف، بينقطع بالليل فتتصبب عرقا وتقلق ولا تستطيع أن تنام جيدا، وبالتالي بتقوم الصبح وأنت مجهد وغير مؤهل للقيام بعملك، ولكن يجب أن تتحرك لأداء عملك. بتقوم عشان تخش الحمام، المية لازم توصل عشان في حالة وجود الكهرباء، لأننا جميعا في مصر الآن في مشكلة في وصول المياه لمعظم المناطق والأحياء إلا عن طريق المواتير، فانقطاع الكهرباء يجعل عدم وصول المياه أمر حتمي، وبالتالي أصبح التعامل منذ بداية اليوم تعامل غير آدمي. تروح لعملك في المحكمة أو عند مصلحة حكومية تجد هناك انقطاع للتيار الكهربائي، وهذه تكون حجة وتضطر أن تقبلها تمام من الموظف، لأنه لا يستطيع أن يؤدي عمله في ظل انقطاع الكهرباء. تأتي إلى مكتبك لكي تكتب مذكرة أو تطلع على أي شيء، لا تستطيع أن تطلع بسبب انقطاع الكهرباء، ولا تستطيع أن تكتب لأننا جميعا الآن نستخدم أجهزة الكمبيوتر التي يجب أن يكون هناك توصيل الكهرباء. في معاناة يومية حياتية وعملية لكل المواطنين، ليس أنا بصفة شخصية ولكن لأغلب المواطنين في ظل انقطاع الكهرباء، لا تستطيع أن تمارس حياتك وشؤونك الخاصة وشؤونك الإدارية وعملك في ظل هذا الانقطاع المتكرر الذي أصبح بصورة مزرية لا يقبلها أي إنسان. وأنا بقول هنا ما يعني كل النهاردة كل المناطق بكافة مستوياتها وكل المواطنين بكافة مستوياتها. طبعا الكهرباء زي بقية الناس احنا بتقطع 3-4 مرات في اليوم واحيانا 5، وانت زي ما شايف المحل هنا كله زهور وشغل، يا سبات يا حاجات مجففة كده، ولازم كله يبقى في نور، فبالتالي احنا شغلنا واقف خالص ولا عارفين ان احنا نواظب عليه ولا ان احنا نعمل اي حاجه فيه، ده غير الاضرار طبعا اللي بتحصل للزرع احيانا، وساعات احنا بنلغي طلبات ان النور عندنا قطع ما بنعرفش نعملها. طبعا النور موقف حياتنا كلها، لان احنا عندنا حاجات على الكمبيوتر المفروض ان احنا بننزلها تبع شركه هولنديه لاستيراد الورد او حاجات زي كده، فطبعا الشغل ده بتبقى معانا واقف، يعني مش عارفين ان احنا لا نتعامل بره ولا نتعامل. بص انا عندي خسائر كتير، يعني كذا شغل احنا لغيناه، يعني لا خسائر كتير عندي خسائر كتير زائد البيت بقى كمان، يعني خسائر هنا وخسائر في البيت، يعني عندي التلاجة باظت واضطريت ان انا اجيب واحدة تانية، حاجات كتير في التلاجة كأكلة او خضار بينتهي، زائد ان ولادي قاعدين على الكمبيوتر وساعات بيعملوا شغل او بيبعتوا ايميلات ما بيعرفوش يبعتوها وبتقطع. طبعا الكهرباء اصلها بقت في حياتنا دلوقتي، احنا دلوقتي العماير الابراج بقى اسانسيرات بالكهرباء، حياتك اليوميه بالكهرباء، حتى الادوات المنزليه بالكهرباء، حتى شغلك بقى بالكهرباء، فانت بالتالي الكهرباء هي حياتك كلها مش اكتر. يعني انا الناس كلها عندي ناس حواليا، عندي محل جزار جنبي طبعا بالنسبه له التبييض، محل الملابس ده اللي عندنا هنا، محل الشنط طبعا الدنيا ضلمه والناس ما بتشتريش، فطبعا ده واقف حال يعني. والله بص هو ما فيش، احنا بقى لنا 4 سنين بيقولوا ان في حلول خلاص، قالوا الطاقة الشمسية وقالوا بعدها تتكلف مش عارفة بالشيء الفلاني، احنا بنصرف على حاجات كتير، طب ما نصرف على الطاقة الشمسية. الحكومات والأعمال الحكومية اللي عندهم تكييفات شغالة طول ما هم شغالين، ما نقلل التكييفات، نشغل نجيب اللمض اللي هي للحكومة خلاص، والمؤسسات نجيب لهم اللمض الموفرة اللي هم بيقولوا لنا استعملوها احنا، ما يستعملوها هم كمان.
على فكره في اماكن واماكن احنا عندنا، يعني احنا عندنا سيدي جابر مفيش قطع نور، احنا عندنا هنا في قطع نور، كفر عنده مفيش قطع نور. ولما سالنا عرفنا ان قائد الحربيه او البحريه في كفر عبده طبعا عشان المنطقه الشماليه في سيدي جابر، يعني اذا هم عندهم حلول او عندهم اماكن واماكن، فدي طبعا مش عداله بالنسبه للناس يعني. وبعدين احنا نزلنا ليه؟ احنا نزلنا عشان كان النور بيقطع علينا. فالنهارده ما تقوليش استحمل ازاي؟ هاكل ولادي منين؟ هصرف على عمال منين؟ استحمل اجيب لهم منين؟ انت لو تقولي استحملي اديني حلول انت، عشان اللي اديك حلول، انت تقولي استحملي واديني حلول، لكن انا هصرف منين على كل ده؟ فطبعا دي خساره جامده جدا علينا يعني.